قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شبهة تكفير الدولة السعودية. ودون ليش جابوا لي واحد من مشايخهم مشايخ السلاطين وقام يلبس عليه يجيب بعض الشبه ودمغته أعطيت من حاجة شيء يقرضه ما أقدر لا هو ولا هيئة كبار العملاء يردون على أمثل ولا أمثل وبيّنت الكفر الدولة هو طواغيت الكذبة هو خوانه مع أنه لا الدجال وتد إلا ما رحم الله. الرد على هذه الشبهة أقول لكم أيها الأخوة بتدبر الأمور والأحوال نجد أن بلادنا السعودية مغزوة من كل جهة في الأخلاق والأفكار وإدخال المخدرات وغير ذلك مغزوة بكل قوة. لماذا؟ لأنها بلاد الوحي بلاد الإسلام. لا نعلم والله تعالى يشهد بلادا أسد منها في تطبيق الشريعة. الحمد لله نحن لا نقول إننا كاملون من كل وجه، لا علينا نقصان كثير، لكن تأمل في جميع العالم الإسلامي لا تجد أبدا من يطبق من الإسلام مثل ما يطبقه هذه تطبقه هذه المملكة بحكامها ومحكومها. والحمد لله نسأل الله أن يزيدنا من هذا من فضله. فإذا كنا مغزوين من كل جانب فإن أعداءنا قاتلهم الله سيحرصون كل الحرص على أن يدمروا عقائدنا وأخلاقنا وعباداتنا. ونسأل الله أن يكفينا شرهم بما يشاء وهو السميع العليم. نعم.